بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سكادول في برنامج الارشيكات. باجي في النافيجيتور بلاقي كل حاجه موجوده محتاجه في المشروع، الستوريز، السكشنز، الاليفيشنز. اختار سكادول كومبوننت، ادوس رايت كليك واقول له نيو سكادول، فهو بيقول لي انت عايز سكادول لايه بالظبط وعايز تسميه ايه. وليكن مثلا كولوم الاي دي بتاعه اقول له مثلا 0100. اوكي، ده الاسكادول هيبقى بتاعي. ممكن تعمل دوبليكيت، يعني يكون عندك جدول عايز تعدل في حاجات بسيطة وعايز تحتفظ بالقديم، فاعمل له دوبليكيت او رينيم او امبورت او اكسبورت. تروح مصدر الجدول دوت اكس ام ال. اكس ام ال بيبقى ممكن تفتحه على الاكسل، تقدر تفتحه على اي برنامج من برامج الجداول. طيب انا قلت له انا هعمل واحد جديد اسمه كولوم، هو ما اعترضش بس بيقول لي ايه الخصائص بتاعته، ايه الحاجات اللي انت عايز الجدول ده للول ولا ليه بالظبط. اجي هنا بقول له ده انا عايز كولوم، خلاص يبقى الجدول ده مختص بالكولوم. او ممكن اقول له انا عايز كل حاجه ما عدا كذا، خلاص ده كده جدول للكولوم. طب انت عايز حاجه تانية كمان، ممكن مثلا اقول له ايه، ازود له خاصيه كمان. اد واقول له يعني ده هنا اقول له ده خليه كولوم، وفي شرط كمان انا مش عايز كل الكولوم، انا عايز يكون من ضمن الشروط مثلا ان هو يكون ارتفاعه كذا او اللينس بتاعه كذا، تمام، او الهوم ستوري بتاعه مثلا الدور كذا. فانا حطيت له خاصية، انا مش عايز كل الكولوم ده، انا عايز كل الكولوم وخاصية تانية معاها، او اقول له اور. الفرق بين دي ودي انت، يبقى لازم الصفحتين دول يتحققوا فيه عشان يدخل الجدول، اور اي واحدة فيهم تتحقق خلاص هتلاقي دخل معايا في الجدول. اقول له ريموف، اجي هنا في الفيلد ابدا اقول له بقى شوف ايه اللي انا عايزه هنا، يعني الاسكادول فيلد ده انا عايز منه ايه. ادخل هنا في الكولوم واقول له مثلا انا عايز الاريا، انا عايز الهاي بتاعي، انا عايز الهاي اللي هم اوفست، انا عايز التوب اوف. تبدا اشوف ايه الخصائص اللي انت محتاجها في الكولوم ديت، تمام. الجنرال ممكن اقول له انا عايز، تبدا اشوف هل في حاجه انت عايز هنا، الاي دي مثلا، تمام. بعد كده هقول له اوكي، ابص في الكومبوننت الاقي الجدول هو ظهر معايا، ده الجدول اقدر انا انظم شكله. بالشكل دوت، وابدا هنا ده هنا ميرج يونيفورم ايتم، يبدا يدمج لي الحاجات اللي هي متشابهه مع بعض، تمام. شو هيد لاين، تمام. تبدا تشوف ده الفونت او التنسيق بتاع الهيدر لفوق، ممكن تعدل فيه براحتك زي ما انت عايز. تبدأ تختار الفونت الكويس، انا اختار اريل، وهنا ارتفاع الخط كذا. ممكن تقول له انا عايز اتحكم في القيم بتاع في التنسيق بتاع الفاليو، تمام. طيب لو في اي حاجة مثلا شفتها الارقام بتاعتها مش مظبوطة، ممكن اعمل عليها سيلكت واقول له ايه وريها لي في الفلور بلان او في الثري دي بلان. انا عايز اشوف العمود دوت، اهو عمل لي عليه زوم، تمام. فتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، تقدر تعدل في الخاص بتاعته او تقدر تعمل عليه كده وتقول له انا عايز اعمل له موف او عايز اغير الفيشن بتاعه، تعدل فيه زي ما انت عايز. ممكن اقول له انا عايز الهاي بتاعه بدل ما هو 3 اخليه 4 مثلا، تعدل فيه زي ما انت عايز. وكنترول تاب ترجع للجدول، تمام. مش بس كده، انا ممكن لو انا عدلت هنا يتعدل برضه هو كمان هناك، يعني ممكن مثلا ده العمود ده مثلا انا اخليه 5 مثلا، تمام. طيب العمود اللي هو 5 متر دوت اقول له اعمل لي سيلكت ليه في 3 دي،
والهاي بتاعه 5 متر، فهو اوتوماتيك اللي هيتعدل في البلان هو اللي هيتعدل في الاسكادول، اللي هيتعدل في الاسكادول هو اللي هيتعدل في البلان. لسبب بسيط، ان هو بيتعامل معاك كموديل، كمبنى حقيقي، مش بيتعامل معاه جداول منفصلة والبيانات منفصلة وكل حاجة منفصلة، لا ده هو بيتعامل مع مبنى، الاسكادول بيقرا من المبنى نفسه. دي فكرة البيم، اللي هو عمل نموذج كامل مبنى، فانت بتلاقي المعلومات صحيحة معاك، مفيش حاجات متضاربة، مفيش حاجة اسمها الاسكادول بيقول حاجة والبلان بيقول حاجة، عروستي اروح لمين فيهم، وتختار انت بقى تشوف ايه الاحسن لك. ممكن تعمل حادي بادي كرام بالزبادي وتشوف ايه اللي تشغل بيه. لا هنا ان شاء الله كله زي بعض، والله الموفق والسلام.